صباح الخير، صباحاتكم عذبة وبإذن الله تعالى تحمل لكم أجمل الهدايا. صباح الخير. اليوم إذن مستمعينا اخترنا لكم هدية. هذه الهدية اليوم عبارة عن تجربة، ويعني انتقيناها لننقلها لكم نوعا ما. هذه التجربة طويلة ولكن حاولنا في حدود المحاولة اختصارها لما في هذه التجربة من نقاط قد تكون مهمة جدا في تفاصيل حياتنا اليومية. هذه التجربة للأستاذة الجامعية تينا سيليك. هذه الأستاذة تعمل في جامعة ستانفورد الأمريكية. في يوم من الأيام اختارت تينا الأستاذة الجامعية أن تعطي لي الطلبة فرض مدرسي أو واجب مدرسي. كان الواجب المدرسي يحمل هذا العنوان: ماذا كنت لتفعل لو أعطوك $5 وساعتين من النهار لتستثمرها؟ هذا الفرض المدرسي كان ضمن منهج تعليم العصامية. انقسم الطلاب إلى 14 فريقا لحل هذا السؤال، وحصل كل فريق على ظرف فيه المال، وكان الشرط لكل فريق مطلق الحرية في التخطيط والتفكير، لكن فور أن يفتح كل فريق الظرف يبدأ حساب الوقت الساعتين. هذا الفرض المدرسي جاء في يوم الأربعاء، وكان مساء يوم الأحد موعد إرسال كل فريق نتائج ما فعله إلى المحاضرة، ثم في صباح يوم الاثنين يقف كل فريق ليحكي ماذا فعل وماذا حدث معه خلال 3 دقائق. ماذا كنت أنت ستفعل لو كنت مكان هؤلاء الطلاب؟ جاءت النتائج لتوضح أن الفريق الذي ربح أكبر قدر من المال لم يستخدم المال المقدم في الأساس، إذ أدرك الفريق أن تركيز تفكيرهم على القدر المحدود للمال المقدم لهم سيجعل المشكلة ضيقة للغاية، مما سيحد من الأفكار الممكنة لحلها. لقد فهموا أن الدولارات الخمسة هي لا شيء، ولذا تحولوا لتفسير المشكلة بشكل أوسع على الصورة التالية: ما الذي يمكننا فعله لجمع المال إذا بدأنا من لا شيء؟ وضوح الرؤية أول شرط للحصول على نتائج مبهرة. بعدما بسطوا المشكلة أصبح بإمكان الطلاب التفكير في حلول مبتكرة، ولذا أطلقوا العنان لمخيلتهم للمجيء بأفكار غير تقليدية، أفكار خارج الصندوق. أحد الفرق وجد أن هناك مشكلة عامة تواجه أغلب من يسكنون البلدة بالقرب من الجامعة، ألا وهي ساعات الانتظار الطويلة لدخول المطاعم القليلة فيها. ولذا فكروا بفكرة جميلة ومذهلة: قام كل عضو في الفريق بحجز موعد في مطاعم البلدة، وعند اقتراب كل موعد عرض كل عضو على زبائن كل مطعم والمنتظرين دورهم للدخول وشراء الحجز المسبق لكل عضو بمقابل مالي وصل حتى $20، وهو ما نال قبولا من قطاع عريض من المنتظرين الذين اختاروا عدم إضاعة الوقت والوقوف في الطوابير. النقطة الثانية مستمعينا، ملاحظة النتائج
وتعديل الخطط وفقا لها. بعدما انتهى هذا الفريق من بيع حجوزاته الأولية، لاحظوا أشياء كثيرة. أولها أن الأعضاء من النساء كان لهن الحظ الأوفر والسهولة الأكبر في بيع الحجوزات، ربما لأن الناس تثق في النساء والشابات أكثر حين يبعن لهم. بناء على هذه الملاحظة ولأن كان هناك المزيد من الوقت، قرر الفريق التركيز على الأعضاء من الفتيات على المبيعات، بينما الشباب يذهبون لمزيد من المطاعم لحجز المزيد من المواعيد، وبينما تقوم الفتيات ببيع هذه الحجوزات. المقابل الملموس يسهل الصفقة. الملاحظة الثانية كانت أن المطاعم التي توزع أجهزة النداء لتنبيه حاجزي المواعيد بأن موعدهم اقترب وأن عليهم دخول المطعم لشغل الحجز، هذه المطاعم كان بيع مواعيدها أسهل، ذلك لأن الفتيات كنا يقبضن المال ثم يسلمنا كل مشتري النداء أو جهاز النداء ليعلم بحلول وقته، وفي الوقت ذاته كنا يأخذنا من المشتري النداء الخاص به. بعدها لاحظ الفريق أن هذه الأجهزة والمرتبطة بمواعيد حجز متأخرة كان يمكن إعادة بيعها حين يقترب موعدها، بالإضافة إلى الحجوزات الأخرى للفريق. لا تخجل من بيع خدماتك، فقد يقبل عليها الجمهور. فريق آخر كان لديه طريقة أبسط، إذ عرضوا على رواد الجامعة من راكبي دراجات الهوائية قياس ضغط الهواء في إطارات دراجاتهم بدون مقابل مالي، مع إمكانية نفخ الإطارات ذات الضغط المنخفض مقابل دولار واحد. في البداية شعر أعضاء هذا الفريق بالخجل، لأن ملء الإطارات بالهواء كان متوفرا في محطات الوقود القريبة وبدون مقابل مالي. ما حدث بعدها وكان بمثابة المفاجأة لهم هو الإقبال الواضح على هذه الخدمة من جمهور راكبي الدراجات الهوائية، والذين وافقوا كذلك على دفع مبلغ الدولار. بعدها شعر الفريق بتحسن نفسي، قرروا عدم طلب دولار مقابل نفخ الإطارات، بل طلبوا التبرع بأي مبلغ مالي مقابل هذه الخدمة. وفي مفاجأة ثانية، وجد الفريق أن الجمهور تبرع بما هو أكثر، وربح الفريق مبلغا ماليا أكبر من التوقعات. الآن من هو الفريق الذي جمع أكبر قدر من المال؟ ما هي توقعاتكم؟ تحديدا الفريق الذي جمع 650 دولار ببساطة شديدة. بحث هذا الفريق في أهم ما يمتلكونه في هذا الفرض الدراسي، وجدوا أنه لا الخمس دولارات ولا الساعتين هي أهم شيء، بل وجدوا أن الثلاث دقائق الممنوحة لهم لعرض طريقة الحل لهذا الواجب هي أغلى ما يملكون، ولذا بحثوا عن شركة تشتري منهم هذه الدقائق الثلاث. وبالفعل وجدوا شركة تريد الإعلان لطلاب جامعة ستانفورد لتوظيفهم لديها، ولذا صمموا لهم إعلانا مصورا مدته ثلاث دقائق وعرضوها في قاعة المحاضرات في الجامعة. يا ترى من هو الفريق الذي خسر مالا ولم يربح؟ إنه الفريق الذي قرر شراء مظلات المطر بغرض إعادة بيعها، إلا أن الطقس كان ربيعا وأشرقت الشمس واختفت السحب ولم يبيعوا مظلة واحدة. أقل الفرق جمعا للمال كانت تلك التي قررت بيع عصير الليمون أو التي عرضت غسيل السيارات. كان أداء الفريق الذي قرر طباعة قمصان للجامعة وبيعها وطباعة خرائط لأقرب المطاعم من الجامعة أفضل بقليل. ما الذي حدث فعليا في كل الأمثلة السابقة؟ ببساطة، حين تنزع عن أي مشكلة كل القيود
وتتخطى الحدود وتفكر بشكل جديد تماما بلا حدود أو قيود، ستأتي بنتائج تبهرك. إذا اقتنعت بأن الكون متآمر ضدك أنت وأنه لا حل لمشاكلك، فأنت ستحصل على ما أنت مقتنع به. لكن إذا خالفك أحدهم الرأي ولم يرى ما ترى، فراقبه، هو يحل مشاكله ويقلع نحو النجاح بينما أنت قابع في قناعاتك. الفرص كثيرة جدا، وفيرة مثل حبات الرمال، لكنها تنتظر من ينقب عنها ويكتشفها. يمكنك أن تقضي وقتك في عصر الليمون، بيع العصير، غسيل السيارات، تبدع مثل ما فعل هؤلاء الشباب كذلك حين تفكر على نطاق عملاق وتتحرر من قناعات تقول استحالة حل المشاكل. فالنتائج، نتائج هذا التفكير وهذه البصيرة، تكون عظيمة. ونعود لتينا سيلغ، الأستاذة الجامعية بجامعة ستانفورد الأمريكية. ترى تينا أن دور الجامعات والمدارس يجب أن لا يتوقف على ملء العقول بالعلوم، بل يجب كذلك تعليم هذه العقول أنه لا يوجد مشاكل بلا حلول، وأن تأخر الحل ليس لأن المشكلة معقدة، بل لأن العقل لم يتخطى بعد الحدود التي وضعها قبل أن يفكر في حلول لهذه المشكلة. ونتذكر مستمعينا أن هذا الفرض المدرسي كان ضمن منهج تعليم العصامية. من هو العصامي الحق؟ ترتينا أن العصامي الحق هو من لا يهاب المشاكل، بل على العكس، العصامي هو من تزيده المشاكل تألقا وبريقا، وهو من لا يهتز تحت تأثير أي مشكلة صعيبة. العصامي هو محترف حل مشاكل، يفكر بشكل تقليدي، لا يعرف حدودا ذهنية يقف عندها عقله. العصامي هو من لديه مهارات قيادية ومهارات تفكير إبداعي، يعرف كيف يجمع حوله فريقا مبدعا، يعرف كيف يتفاوض، كيف يبدع، كيف يتخذ القرار السليم في الوقت السليم. كل هذه الخصال والصفات تحصل عليها حين تواجه مشاكل الحياة وتعمل على حلها المشكلة تلو المشكلة. وأخيراً مستمعينا، مع هذه الهدية نقول: إذا لم يساعدك المجتمع، ساعده أنت. مهم جدا أن نلتفت إلى التفاعل الإيجابي للمجتمع مع محاولات الشباب. مهم جدا أن نبتعد عن السخرية أو التهكم أو تحطيم المعنويات. اشترى مجتمع الطلاب في هذه التجربة عصير الليمون، ودفعوا مقابل غسل سياراتهم ومقابل نفخ الإطارات، ووافقت الشركة على شراء الدقائق الثلاث، ووافقت الجامعة على عرض الإعلان، وهكذا. لو لم تكن صاحب فكرة إبداعية، فعلى الأقل حاول أن تدعم من يبدعون، حاول أن تدعمهم في أفكارهم. ونقول: لو لم تجد من يساعدك، فهذا ليس مبررا لكي لا تساعد من يطلبون منك المساعدة.